ونعود إلى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وينضم إلينا من جنيف مراسل الغد عمر شاكر. عمر، هل بدأت اللجنة المصغرة عملها، اللجنة التي تتكون من 45 عضوا؟ هذه اللجنة المكونة من 45 عضوا وهي معنية بصياغة الدستور ستبدأ الاجتماعات الاثنين المقبل، لكن الذي سيحدث هذا اليوم تحديدا هو اجتماع اللجنة الموسعة والمكونة من 150 عضوا، 50 من الحكومة و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني، على أن يطرح كل شخص حاضر وكل وفد هنا رؤيته وورقته والبنود والمضامين التي يريد أن تتضمنها أو يتضمنها الدستور الجديد، الصياغة الجديدة أو الإصلاح والتعديلات الدستورية. ستستمر هذه الاجتماعات في غرف مغلقة هنا في مقر الأمم المتحدة يوم غد أيضا على هذه الشاكلة، على أن تبدأ الاثنين المقبل اللجنة المصغرة المعنية بالصياغة والتي ستبحث بشكل أعمق الصياغة الجديدة للدستور الذي من المؤمل أن يصدر عن هذه اللجنة التي أعلن عن انطلاق أعمالها يوم أمس في حفل افتتاحي هنا في جنيف في أجواء إيجابية كانت من الجميع، من المبعوث الأممي ومن الرئيسين المشتركين، الرئيس الوفد الحكومي لهذه اللجنة ورئيس وفد المعارضة. هذه اللجنة العامة عمر المكونة من 150 شخصا سوريا ممثلين كما شرحت، بالتأكيد لن تبدأ من الصفر، بالتأكيد هي تعتمد على نص دستوري ستقوم بمراجعته وربما يعني إعادة صياغة بعض مفرداته حسب الأولويات. هل هناك معلومات تتوفر حول ماهية النص الأولي الذي يتم الاستناد إليه في هذه الاجتماعات؟ المعارضة بشكل واضح كما ذكرت في بيانات لها قبيل انبثاق هذه اللجنة وحتى يوم أمس التصريحات من أعضاء وفد المعارضة يشيرون إلى أنهم يطمحون بصياغة جديدة للدستور تراعي حقوق السوريين بمختلف أطيافهم، لكن لا يتحدثون عن مضامين واضحة سوى ما يتعلق ب النظام وأجراء انتخابات، وهذا يعني يبدو واضحا منذ البداية للمعارضة السورية. في المقابل الحكومة قالت يوم أمس على لسان رئيس الوفد أنه يطمح ويرغب بإجراء كذلك إصلاح دستوري. يذكر أن مسار جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 يسمح لهذه اللجنة بصياغة دستور جديد أو إجراء تعديلات على الدستور الحالي دستور عام 2012، لكن دعني أشير أيضا أنه لا جدول زمني واضح لهذه اللجنة، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث وكذلك بآليات العمل. الكل هنا فرح لهذه اللحظة التاريخية كما وصفها المبعوث الأممي، أشكر. أن تجتمع هذه الأطراف المختلفة على طاولة واحدة وجها لوجه لبحث هذه المسألة. عمر شاكر مراسل الغد كنت معنا من جنيف، فشكرا لك.